والله يسعد لي كل اوقاتكم متابعين قناتي عالم العملات الرقميه. شباب اليوم مهم للعملات الرقميه. اليوم كان التصويت من الاتحاد الاوروبي على العملات الرقميه، وفي بعض الاخبار بتخص عمله الشيبا. تابعوا معي الفيديو للاخير. لكن شباب قبل ما نبشر بالفيديو خلونا نشوف الصفقات الرابحات. صفقتنا كانت بعمله الاس واي اس، طلعنا منها على 52 سنت وحققنا ارباح حلوه. الف مبروك للشباب اللي كانوا معنا بهي الصفقه. شباب الحابب ينضم لنا على قناه التليجرام، رابط القناه باسفل الفيديو. شباب اليوم كان مهم للعملات الرقميه. شباب كنا متوقعين حركه كبيره، السوق كان ممكن يواجه تقلبات بسبب هالحدث. طبعا الاتحاد الاوروبي اجتمع لحتى يمنع التعدين العملات الرقمية، لكن شباب القرار اجى لصالح العملات الرقمية وتم رفض منع التعدين. شباب كان امامنا طريقين، اما انهيار يلوح بالافق او ارتفاع مفاجئ، لكن الاتحاد الاوروبي كان لطرفنا. ممكن نشوف ارتفاعات بالسوق بعد القرار الايجابي اللي كان بالاتحاد الاوروبي، لكن دائما شباب السوق بيمشي عكس التوقعات. لكن حاليا البيتكوين باثناء تسجيل الفيديو سعره 38600، دائما شباب بيمشي عكس التوقعات لتصفيه اصحاب الفيوتشر، لكن تاثير هالخبر ايجابي راح يكون على العملات الرقميه. اذا ما كان اليوم التاثير احتمال يكون غدا. شباب شرط نشوف الايجابيه بالسوق صعود البيتكوين الى اعلى مناطق الاربعين، بالاضافه الى شمعه يوم تاكيديه. حاليا شباب عمال نختبر مناطق 39، امر مهم شباب بالنسبه لعمله شيبا. صار في اشاعات انه تركيا راح تتبنى عمله شيبا وتغريدات على تويتر بهالشي. شباب تركيا ما دعمت عمله شيبا، لكن شباب هاي كلها اشاعات من حسابات السكام. احد المطورين وضح الموضوع وقال يمكن هالشي راح يكون بالمستقبل، لكن حاليا ما في شي. شباب تحذير هام، اعلنوا هالتحذير على تويتر لجيوش الشيبة. هناك احد المحتالين يدعو ان هناك اخبار عظيمة لعملة شيبة على اليوتيوب. مجرد دخولك والضغط على الرابط ممكن تحصل عملية احتيالية. صديقي انا بنصحك لا ترسل عنوان محفظتك لأحدا ولا بريدك الالكتروني او الباسورد الخاص فيك. في كتير من الاصدقاء راسلوني تعرضوا لهي العملية الاحتيالية. حاليا شباب شيبا عمال بتصارع مناطق العشرينات. شباب اذا ما كان في حركة عظيمة من المطورين ما راح نشوف اي ارتفاع، وممكن نزور منطقة الدعم القوية يلي هي 0.4016. اما في حال اذا كسرنا مناطق 0.4035 راح نشوف ارتفاعات عظيمة بعملة الشيبة. وهذا كان كل شيء شباب بخص الاستثمار. واذا كنت بتفضل المضاربة اليومية انضم لنا لنسور التليجرام، عنا خبراء متخصصين لدراسة العملة وضع الصفقات عليها. صديقي رابط القناة باسفل الفيديو. واذا عجبك المحتوى انزل وعمل اشتراك ولا تنسى تفعل زر الجرس لحتى يصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية. وإلى اللقاء شباب بفيديو آخر.